بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وآتنا الحكمة وجعلنا من الراشدين. درسي هشتم لا مختصر الترغيب والترهيب. الترغيب في فعل الخير والترهيب من فعل الشر. الترغيب في حسن الخلق والترهيب من سوء الخلق. أم كتاب في روزك بريتي لفرمودكاني في عمر عليه الصلاة والسلام دو جور فرموديت يدا جور يقل فرمودكان ترغيب هان دانا هان من دادا بوشتي باش بو عبادتي چاك بو روشتي برز بو زانستي بسود جوری چی بریتیه لترهیب ترساندنه وریا کردنویه وریا مندکاته و لخراپه به همو شوازکانی و لهمو بوارکانی ده. درسی امرو من هر لکتاب العلم سبارد با الترغیب فی طلب العلم مل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمتابعين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في طلب العلم وتعلمه وتعليمه. بلى، الترغيب في طلب العلم وتعلمه وتعليمه. پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام هان مند ده بو سیشت یکم داوا کردنی علم بدوای علم دا بقرین بدوای زانستی شرعی بسود دا بقرین داوای کیندست مان کویت او مطلوبه دوهم یان تعلمه فیری بین ک بدوای دا قرین جا فیری با سهم یان و تعلیمه خلچش فیرکین هول دین کشتک خود فیری بوید دورو بریشت فیر که هر باو اکتفا مکه که خود دیزانید بزنین چه فرموده ایچ پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم لو باره و حتوا که پیویسته لسر هر یه چگل ایمه با اندازه اک فیری دین ببیتو خوی شارزا که لدین مله. احسن الله علیکم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. رواه ابن ماجه. أم حديث لدو برقى بيقاتوا برقى كم يعني صحيحة برقى دوام يعني سندكي ضعيفة أويك صحيحة في عمر عليه الصلاة والسلام دفرمي طلب العلم فريضة طلب علم فريضة سبحان الله فريضة يعني في وسط إنسان وقفه كات هل وسطه كين لسلام وشيء دفرمي طلب العلم فريضة يعني شون صلاة الظهر فريضة وصيام رمضان فريضة وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا فريضة وأداء الزكاة فريضة شون أوانا فرضا في عمر عليه الصلاة والسلام دفرمي طلب العلم فريضة داوا كردني زانستي شرعي وفيربوني علم فريضته لسر شيء لسر ملاكان لسر زاناكان لسر فقيكان فرمي على كل مسلم فريضة على كل مسلم فرض لسرهم مسلمانك أما بيقمان هوالي شي سيرة لو يزورك لمسلمانان هستيان بو فريضة نكربه زورك لمسلمانان نازاني فرض لسري كفيري علم بيت داواي علم كات بويش كآقاي لم فرموديو لو حكمانية زور بي مسلمانان بآقان لطلب علم لداوا داخوازي كردني علم وزانستي شرعي بسود هولي فيربوني نادا دلخو من فقينيم من ملانيم چيم داوا لوا برسيارك ما هو بده سن برسيار لما مستعيم ازقودك نازان في عمر عليه الصلاة والسلام فرميتي طلب العلم فريضة على كل مسلم دلين بو اوي بها لحالي نبي علم دو جورة دو مرتبة
مرتبيك يعني فرضي عينة حكمكي، مرتبيك يعني فرضي كفائية. أويك فرضي عينة واتالا سر تاك تاكي إيما فرض بيزان أو علما ما لا يسع المسلم جهله. أويك نابي مسلمان جاهل بيبي بونمونا أركان إيمان أركان إسلام تو بيويست بزاني إيمان شش ركنا بيويست فيري أو بك بيويست إيمان بخواها بي إيمان بفريشتا كانها بي بملائكة كانها بي بكتابة كان بيغمبران بروجي دعائي بقضاء وقدر دبي أو بزانيت دبي علم بوها بك إسلام لسر بينج ركن برپابوا يكم ركن شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبرزاني ما لا إله إلا الله يعني شيء بزاني لا إله إلا الله يعني من شهادتي دم كهيج معبودك برسترابك حق نية شايستي برستن بيجقل الله كسي ترنا برستن لك الله وبرزاني أشهد أن محمد رسول الله شايتي دم كمحمد عبدي خواي ورسول نراوي خواي بو ايمين اردو بيوست شويني كبي وبزاني بينش نويش فرزة ولا سرتة هر نويش يقل كي دايا وچن ركعاته وچون دكري او فرض عينة فرض عينة توفيري نويش بيت پير بيا گنج جن بيا بياو دولمند بيا فقير خوينوار بيا نخويندوار فرض عينة لسرت فير بي چون نويش دكيت فرض عينة لسرت فيري فاتحة بيت فرض عينة لسرت فير بي كمانجي رمضان دبيت چي بكيت بروجو بيت روجو چيا چونا مرجكاني چيا فرض عينة كاتك كذا چيت بازار ومعامله وكسابت دكي فرض عينة زانياري شريعت فير بي سبارت بحلال وحرام تو ناچي تبازار ايشد لبازار نيا لسرتو فرض نيا بلام تو ايج لبازار دكي فرض عينة لسرت فير بيت كواتا دو بلاي زانستي هي زانستي كان لسر همو مسلمانك فرضا او نيبلي ولا من خوين دوار مخوين دوار نيم ملا ملا نيم نا لسر مسلماني بلي فرض لسرت بزاني بين فرضك واجب لسرت وشون ذكرين وفرض بزاني بروجوبون إيمان جي رمضان شون بروجود بي بزاني فرض لسرت بزاني إيمان بالله يعني شي باورد بخوابك تنها أو خالق دروس كارا أو رزق روزي درا أو شايستي پرستنا أو شايستي فرمان لي ورگرتنا بيوشت بي زاني براك فرض عينة أو زانياري فير بك إيمان باليوم الآخر كاك من خويندم تيجيشتم ك دواي مردن زيندو بونواهيا دواي زيندو بونواهيا اللي برسينواهيا باداشتو سزاهيا بهشتو جهنمهيا دبي فيري بيت دبي فيري بيت أو أندازي فرض عينة لسرها مو كسيك أما بكورتي باسم كرت فرض فيري بيت شون دزنوش دقري كاك تزاني مسلمان هيا تايستا نازاني دزنوش بقري نازاني دزنوش بقري هيا والله تايستا نازاني نوش كات أو نوشي كتشون بياوي كاد لمزقود لاي في عمري خو عليه الصلاة والسلام نوشي كرت في عمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي ارجع فصلي فإنك لم تصلي بقري ونوشي كات كتو نوش نكرت نوشي كرت فرمي نتكرت أما نوش نية نركوعي ركوعة نهستانوي هستانوي نسجدي سجدي بوي بيوست فير بي بليد وميزانست أويان فرض كفائية لسرها مكسيقنية كتابي ترغيب وترهيب هم حديث كان يبزاني وما هم حديث كان فير بيتو أو لسرتو فرضني بس لسر من فرضة لسر ما مستعيش الفرضة دبي كسانك من القرآن وحديث تيبقن بتوان القرآن هم يبو خلق تفسير كان بتوان فرمودي في عمر عليه الصلاة والسلام يبو خلق شي كانوا أم أندازية زانستي شي زيادة فرض كفائية كسانك بيهستن أركك لسروان ترلادك
ويتبقى طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني فرض نية لسرها مكسب بيبع عالم، بس فرض لسرها مكسك بدواي علم دا بقري بدواي زانياري شريعة دا بقري أو عندك دينك أي بي راست بيت أو أندازيك بتواني شون خوي خوي بناسيت وبي فرستيت أو أندازي فرض عينه. فرمي على كل مسلم تقدر ليرة، فرمي كل مسلم أي ومسلمة زيادة كيدا فرمي ومسلمة فرض لسلام مسلماني شي بياوجن أو زيادة ضعيفة بلا ما ناهي مسلم مسلمش دقريته پیوسته چون پیوسته پیاو بزنه چون میشه کره فر بید آفرتیش فرض لسری. برگی دومی حدیث که و واضع العلم عند غیر اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. بشی دومی علم کام ابو فرض کفایی زیاده کونیا باشه. آویک اهل علم، آو علم بسودا لای چه دانه؟ یعنی بچه بله چه فر که؟ كسي كثير كأهل بشايسته به كقدري بزانه ايوي برئيس حاتون دانشتون كات ايوي شايستن اهلا مستحق اوي كتو حديثي بيغمبر بورون بكريته عليه الصلاه والسلام ايه القران بو تفسير بكريت شو تو قدري دزاني بويا وازد لا استراحته دانشني مال ورويشتن بو بياسه هنا لمال اخو دانشتو يتفيربي تو شايستي بس شلون يستعم كتابه هالقرم برو مناو يعني ايش الشوانا كاك جوم لي بقدر من حديث يكتب باباز دكم في عمر ده فرمي عليه الصلاه والسلام يعني برقي دو من حديثك او كسيك علم زانستك لا كسانك دادني بكساني شي دلك شايستنين وكو وكتو يعني التونو الماسو جوهرو مرواريو او انا بكي تملي برازك يخبر ازيوني تو ملوان كي التونو مرواري بملداكيت شي اما يعني بوجوان دبي جوان نابي هندكاس شايستي اونيتو علمي لقلباسكي شايستنيا هي اونيه غلطي لي دي حديثي بو باسكي غلطي لحديث دي والله من باورم بحديث نيا اي اما حاشاوكو برازك هو باوري بحديث نبيوكو برازك استاتو بوچي باسي دكي ملوان كدكي تملي شيوا شايستينية، شو كإنسان باوري بحديثي في عمرنا بكافر ده بالذين ده كيت دروا، وأطيع الله وأطيع الرسول، خواد فرمي جرالي خواب في عمر كان، وإيه مشاعت من دينين بخواب دي بارستين ببي عمر إيش في عمر ما أنا، جاتوا بلي من شاعت من دين محمد رسول ببلان باورن بحديث كاني نية، أما يعني تي، أما باوربون نية بي، أو برقي دوم. لقال برقي يكم نية يكم أكيد صحيحة دوميان ضعفيته دايا بلام وكما أنا صحيحة إنسان دائما بزانت قصب وشي دكات وبزانت شي فير دكا وبزانت بونمنا أو زانت بسودة لاي شي بازدك كزانيت يعني بونمنا تولى مجلس يجد لو مجلسة دزاني كقصب كي سودينيا قدري قصكت نازانا قدري آيتك نازان قدري حديثك نازان ما شو والله من هر خوم فرز دكم هر قصة دكم كهك في عمر عليه الصلاة والسلام فرميتي يش لو لاود جقر دكش دوكال جوري بركر دوا أيو تر لو لاود دومينة دكاد أيو تر لو لاود خريشي نازان ورقة وشيا والحاصل هر أورش اللي نادنوا هر جوج ناقرن بو حديثي في عمر عليه الصلاة والسلام كهك علمك رزيل مكان علمك بينرخ مك ببهايمك أو علم زور بيروز مبارك بيد كسك كقدر يدزاني ودادني شو جودة قريت ملا أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة رواه الطبراني في الأوسط. يعني إنسان كنيت بيني وبريار ده طلب علم كات توا والله توا كاك منج ما دام فيربوني زانستي شرعي فرض على سلم كواتا منج داوي دكم دس بيدكم دفرميت هركسيك لهولي فيربوني زانستي شرعي دابت لو رجعيبت دستي بيكردو أجلكي هاتو مرد
أو لبيني أو لبيني في غنبلاتي دا في غنبلان دا درجة كي كدرجة نبوة أو أن في غنبلن بوي لو برسترن أجينا بلي أو أن دبرز بوتو أو كسا كخريجي فيربوني علما مال أحسن الله إليكم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. أخرجه ابن ماجه. هر كسي زانستك فيري كسيكا وأو كسا جا يكبه دوبه هزار به ده هزار به إيش بو علمي أو بكن أجري هميان بو أمدد ببيع وليه أوانيش كان بيتوا أماش فضلي تعليمه ملا فير كردن. أحسن الله إليكم. وروي عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: لباب من العلم يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف ركعة تطوعا. وقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: خير له بدل أحب له. أبو ذر وأبو هريرة هردو كان قسيك دكان طبعا صحابة لأخوي وقسناك رزاق خوي قوريان لبي استدو صحابي دلنجي دفرمون لباب من العلم يتعلمه الرجل بابك يعني بابتك لعلم إنسان فيري به مثلا باب الوضوء باب الغسل باب صلاة الوتر يعني بابتك باسي بشكل زانز دكا دفرمي بابتك لعلم فير بم إنسان فيري به بلامو خوشتر لوي هزار ركعات بكا شو شونش أقر يك بابت يك موضوعي علم فير بي بلامو خوشتر وخيرتر لوي كهزار ركعات نوشكي بوشي برا كان بس ما انكرت سركة شيا سركة ويكتوهر خريج عبادت بي خيركي بس بوخوت بس كفيري علم بي أو كاتتو لو دردتي استيريك بي دبي بمانجي شي شوي تشواردا سود بخلق دغينيت بيغمان او سودي زياتره نفع كد متعديه وفرموي كاتك مردن بيت بو او كسيك خريشي فيربوني زانستي شرعيه او بشهيدي دمرت يعني بلاكات برزه ان شاء الله انسان كاورقا علم بقدر يعتبر ملا. احسن الله اليكم. وأصله عن أبي ذر رضي الله عنه عند ابن ماجة بلفظ: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجة وإسناده حسن. إمام ابن حجر تحسيني كردوا حديثا دفرميت أبو ذر رضي الله عنه قريلي به فرمي دجرتوا يا أبا ذر يعني في عمر بي فرمو عليه الصلاة والسلام أجرتوا لأن تغدوا يعني بأن يوم تشي تدري وبو طلب علم بو فيربوني زانستي شرعي جاء كشوي تدري ويك آياتي في قرآن فيربيك أوخر تربو تو لوي صدرك عدني وش بكيت وأجر بأني بتشي تدري وبابتي شي علم فيربيت زانستي شرعي جخ إيشي في بكرة بينك المهم علم به أو خير ترى لو يكتو 1000 ركعة إنه يشكيت دي سان بوشي علم آوا جوريا چونك أواني كزانان بريتين لا سدي لشابي فتنة يستبون من دكان سدي شيء أجرو سدي بشيت شيء رودة ده خلقی چی زور لناو ده چه ضرری چی زور ده که ویتوا او سده او آوی گرتو تو زانایان سدن وکو سد گوان لبرانبر فتنه ده لبرانبر شبهات ده لبرانبر چواشکاری و گمرایی ده زانایان سد هر شتیگ دید اوان رونی ده کنه و مسلمانان وریابن او دروز نیه مسلمانان او توحيد نية أو شرك أو بدعة أو كفرة أو علمانية أو إلحادة أو فسق فجور أو وريابا
بوي عالم دبيت السدك نكخوي أمتك دفارزة طبعا باندازي علمك باندازي إخلاص وتقواك زاناها أو أن دا علمي بي بشي قندك فعلا بوتا تشرايك بو قندكي كتي أيداء هيدا بيتا تشرايك بو شاري كي قولا هيدا بيتا تشرايك بو ولاتك هيدا بيتا تشرايك بو أمتك وبو همو دنيا يعني زانا قبل كان بونو من السير يعني كان لم سرد ما يخو ماذا بيا بيجوكو شيخ ألباني رحمة إخوائي قولي لبي يعني عالمك بو عالمي أمت عالمي همو جيهان ابن باز ابن عثيمين رحمة إخوان لبي باندازي علمك باندازي تقواك باندازي خزمتك أما أنا سود دقينا بوي موضوعي كأم حديثانة دبيستي شون دبي إنسان فيري علم بيت شيء بابتي شيء علمي فير بخير تربي لو إيش صدرك عاد نيوشكا هزارك عاد نيوشكا بو آخر دلين أوى دبيت السد دقناه على أمته شيء جمرة يسر للشباب أما يا أمة دبارز صمامي أمانة بلام بهزار عابد ناتوان ولا ما يكشف هبدناه وربا بقرن بناء مزجو تكاني سليماني حرشي ما محاجية شيء يعني إخوة بارست كبر دوام لمزقوته وخري شيء ذكر وتهليلية بابي هني لبران بردا إيش لا علمانية كان شبه هيك باسك على سر إسلام بل إمام حاجي فرمو ولا ميدنو إناتوان ولا ميشي دنو شون ولا ميدنو بويا دتواني يك ملحد دتواني يك أمة جمراكا أجر أو أمة عالمي تدان به بلام كعالم هبو ناتوانت يك عالم ولامي هزارهم والحدة ذاتها شو بكان ينبو جلده كاتوا بوي فضل علم آوى قوريه ملا أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. سبحان الله فرمي الدنيا ملعونة يعني بخيرة دنيا خير وبركاته شوية تدانية وأوشك لدنيا دائبها من شوى إلا كو ملك شدنا به إلا ذكر الله يا دي إخوة رحمة وبركة لو دنيا دكتو يا دي إخوة بكي مشغول بيا دي إخوة هم خير وبركة بردنسر وما والاه أوشك بدواي ذكر إخوة داده لا عبادته لا فعل خير كاري شاكو أمر بمعروف نهي لمنكر صلة الرحم يارمتي داني خلقو أوانش همي رحمة بركة أمدو سهميا وعالما إنسان عالم بزانابه لدنيا دا رحمة بركة ومتعلما يا متعلم بيت فيرخواز بيت عالمني بلان فيرخوازيت أوش رحمة بركة شكتو لسر قاكيت برو رزابوني خوا دروي برو بهش دروي ما دام لسر جاي فيربوني علميت كواتا يجيك بلو أنا كاكا يا خريجي ذكر با يا خريجي كاري شاك با يا خريجي فيربوني علم با دنيا أوش تاني خيري تدا باقي كيتري هجني بخوا باقي كيتري هر دينار بيداي كي دو جار محاسبة ذكري لسري لشويت بيدا كر ولا شيء دا صرف كرت إن جدوا خوش الجيبي الله هيج هيجي بوتونيا بلام أوش تاني كالأم تشارش تيباس كرا وليرا أما هم الرحمة وبركة لدنيا دا إنسان بم بروج خيرانو مشغول بيت ملا أحسن الله إليكم. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب 70 صديقا رواه الديلمي في مسند الفردوس. يعني إنسان يك بابتي زانستي شرعي فير بي بوي خلق فيركات نك بوي ريايو بيرشايو بكا نك بوي يعني ما بستي خود درخستن به پناه بخوای گورا ما بستی فکر کردنی خلق و سود گندن به بخلق سود بخوی و بخلق گینه او پاداشتی هفته صدیقی هه با چی برا کردم چون دیسان صدیق خیره که بو خویتی بلام عالم و معلم اوی که ما مستای خیره
خلق فير ذكاء أما خير كيبو خلق خوي جرب خاتينا وجوانا كان صفات برزكاني سود من بيبقينه الذين كي شار زمان ك موفق من كلام الراسي في أخير ما خيرك والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله